مشاهدينا منتخب مصر مع منتخب تونس ماشي عيش معاكم مباراة مهمة جدا بالنسبة لمنتخب مصر. هجمة على الشمال انطلاقة موجودة بعض ابرز الدفاع مصر مع دخولنا للدقيقة الرابعة من بداية المباراة. كورته عالية فوق تعدي من الجميع تصل على الشمال. Un match à sens unique dans ces 5 premières minutes, évidemment, on pouvait. ولاعب عمره 26 سنة، هذه العادة مرة ثانية، هذه العادة مرة ثانية الرأسية. ولاعب عمره 26 سنة، هذه العادة مرة ثانية، هذه العادة مرة ثانية الرأسية. ولاعب عمره 26 سنة، هذه الإعادة مرة ثانية، هذه الإعادة مرة ثانية الرأسية. هذه اللقاءات عشان يعني يكون في تأقلم ويكون في لح الهجمة لأيمن أشرف، عرضية لبره ودفاع لدفاعات منتخب إسواتيني للتأكيد من مروان محسن والمتابعة بقدم. الباصة الباصة غير عادية، اسيست روعة، اسيست يدرب وتصوبة جميلة. هدفين مع تقريبا دخولنا الآن على أول 10 دقايق. عمرو وردة نجم منتخب مصر 2-2 2 منتخب مصر لا شيء منتهي العادة مرة ثانية. بص التحرك ممتاز وبص المحمدي عدى فرق ورؤية وعرضية والمتابعة عالية فرصية متابعة بصلاح والدفاع والمتابعة النني والبصة جميلة وصلاح ومتابعة ثانية ودفاع العالم القادمة بإذن الله 2022 هنا في دولة قطر بمشيئة الله. هجمة تعدت تلعب برا التماس محمدي بالعرض النني حلو الباص حلو التحرك ابو صلاح المهارة اللمة حلوة ولا منتخب مصر في الدقيقة الستة من عمر اللقاء ثم هدف ثاني من اسيست روعة بقدم المحمدي ومتابعة بقدم النجم الآن 12 هدف النهاردة في حال إحراز محمد صدقت من منتخب مصر لتريزيجيه ابو صلاح تريزيجيه والكعب هتخد ودفاع لعمرو طارق لتريزيجيه بصة حلوة جميلة أيمن أشرف عرضية حلوة الهدف واللمسة والدفاع علي غزال بصة حلوة أبو صلاح الرهوان اتأخر متابعة متقطورة كورة تصويب ولكن فين انطلاقة من محمود تريزيجيه وفرقوا تريزيجيه بعرضية تعدي دفاع من دفاعات منتخب ودرب كمان منتخب اليابان مرة وحيدة وأول مرة يتعامل في أفريقيا أول مرة يتعامل هذا محمد صلاح محمد صلاح مشاهدينا ولكن تعدي طلعت فوق العرضة بعيدة على المرمى هذا هو محمد صلاح والتحرك والتصويب قدم خبرات وإن المدرب الجديد المكسيكي خافيير أجيري هجمة على الشمال لأيمن أشرف انطلاق عن ثرية مهارة فردية تصويبة صاروخية ولكن عليك يا فنان الله عم باصة الباص صغير من نني العين محمد النني والتحرك روعة في مشواره مع المنتخب المصري ثلاثة منتخب مصر كانت في الدقيقة 29 من عمر المباراة وهدف ثالث حتى الآن بالثلاثة بأقل مجهود بأقل فنيات وبأقل محمود تريزيجيه أيوة كده يا تريزيجيه أيوة كده يا نني لمساتك فنياتك المكسيك على اليمين حلو المحمد العرضية تعدي والمتابعة مين موجود ودفاع من على اليمين لعمرو وردة وردة والمهارة واللمة عدى عرضية جميلة رأسية ضعيفة جدا في دي جميلة رأسية ضعيفة جدا في دي الحارس على طول الحارس دلاميني على فكرة المنتخب إسواتين ولكن بلقهم هي تجارب مفيدة وجيدة للمدرب أجري عشان يقف على مستوى من أسيست روعة بقدم محمد إنيني وتتقدم الحارس مرمى دلاميني من أسيست روعة بقدم محمد إنيني من أسيست روعة بقدم محمد إنيني في مملكة إسواتين ما عدا لعب فيليكس للسلام عدى فاد بالكعب
لمسة حلوة خطير جميلة جدا وتحط له تصويبة قوية ولكن بعيد. محمد صلاح وعرضية عالية خطيرة الهدف. الله عليك القدم اليسرى فين في الشباك يا حبيب محمد صلاح من ضربة ركنية يحطها منك يا نجم يا كبير يا غير عادي النجم محمد صلاح منك يا كبير منك